محاضرتنا اليوم عن المهام الإضافية لمايكروسوفت وورد 2010، وهذه المهام تضم منها اللي هي تبويب المراجع الريفرنس تاب، ويستخدم طبعا هذا التبويب لإضافة جدول المحتويات ولإدراج حواشي سفلية وتعليقات ختامية وتسميات توضيحية علما للمستند. ويضم تبويب المراجع مجموع مجاميع متعددة اللي هي المجاميع الآتية، منها مجموعة جداول المحتويات اللي هي تيبل كونتنت، ومجموعة الحواشي السفلية اللي هي فونت نوت، ومجموعة المراجع والاقتباسات اللي هي ساتنيز اللي هي بابي لايكرافي، وأيضا مجموعة التسميات التوضيحية اللي هي كابشنز، وأيضا مجموعة الفهرس اللي هي اندكس، ومجموعة جدول المصادر اللي هي تيبل اوف اذر. طبعا هذه المجاميع اللي من ضمنها المجموعة الأولى، نفتح الوورد، برنامج الوورد، وهذه المراجع من أنقر على تبويب المراجع. راح تظهر لي هذه المجاميع الخاصة بهذه التبويب اللي هو المراجع، منها جدول المحتويات اللي هو اللي يحتوي على جدول المحتويات وإضافة نص وأيضا تحديث الجدول. طبعا مجموعة جداول المحتويات يعمل هذا على إضافة جدول لإدراج محتويات ككتاب، مواضيع رئيسية فرعية، مقالة، أو محتويات الكتاب الحالي. يعني من أقوى أسمع باسم المراجع هو عبارة عن شنو؟ عن كتاب أو بحث، أو مثلا عندي مقالة أو كتاب يحتاج هذا إلى عدة أشياء. من هذه الأشياء يجب أن يحتوي مثلا، يدخل إلى القائمة الموجودة من خلالها، يشرح مجموعة الكتاب، مثل يحتوي على كم صفحة، على رؤوس المستوى، العناوين الرئيسية، ومن خلالها يتم درجها ضمن جدول. طبعا من خلال استخدامنا، خلي يكون الأنماط اللي يستخدمها، مثل عندي هذا المستند مكتوب مجموعة من الفقرات اللي هي تبويب المراجع، مثلا يضم مجموعة تبويب المراجع المجاميع الآتية، مجموعة جداول المحتويات، وهكذا. من أريد أعمل إلى جدول المحتويات، لابد وأن أخلي أو أضع له فد عنوان رئيسي أو مستوى أول أو ثاني، يعني يختلف العنوان الرئيسي، يختلف عن الثانوي والفرعي، بداخل فرعي أيضا يختلف. يعني هسا عندي مثلا الكتاب متكون من فصول، وكل فصل من هذه الفصول يحتوي على عناوين فرعية وأكو رئيسية. نفس الحالة هنا مثل عندي تبويب، أظل للمراجع وأقول له إضافة نص، وأروح إلى أخليه ضمن المستوى الأول، وأجي يضم مجموعة تبويب المراجع المجاميع الآتية وأخليها ضمن المستوى الثاني اللي هو رؤوس للمستوى، وأخلي أيضا هذه المجاميع مثل مجموعة المحتويات والحواشي السفلية أخليها ضمن إضافة نص المستوى الثالث، وأخلي أيضا المراجع والاقتباسات وغيرها مثلا أظللها وأخليها ضمن المستوى أيضا الثاني، وأخلي هنا عندي مجموعة الفهرس والجداول ضمن المستوى الثالث إضافة نص، وأخلي له بهذا الشكل. من أجي أقوم بعمل اللي هو جدول المحتويات، أنقر على هذا السهم، هنا يقوم بإضافة جدول المحتويات إلى المستند. يعني شنو يشيض في جدول المحتويات اللي يضم هذه المواضيع، يعني من خلالها هذه المواضيع خلنا ننقر عليها ونشوف، راح يظهر لي مجموعة من المحتويات اللي أختار من عندها كجدول تلقائي واحد، جدول تلقائي اثنين، عن طريق أن هذا الشريط اللي من خلالها أختار أي واحد من هذه الجدول للمحتويات. وإذا أريد مزيد من جداول المحتويات ضمن الأوفيس دوت كوم أيضا ممكن أن أختار، أو أدرج أنا جدول المحتويات وأنظمه، أو من خلاله إذا عندي جدول محتويات موجود سابقا وأريد أزيله أنقر عليه وأعلمه فيقوم بإزالة هذا الجدول. خلنا نختار لنا جدول معين، نفرض هذا الجدول الأول وأختاره، راح يظهر لي بهذه الشكل، راح ينطيني لأرقام ال أصدر للصفحة الأولى، وكلهن صفحة واحدة، لأن أنا المستند اللي كاتبته هو عبارة عن صفحة واحدة، يعني المستند اللي إحنا كتبناه هو عبارة شنو؟ عن صفحة واحدة. فهنا أنا يضم لي المراجع المستوى الأول، المستوى الثاني، وهكذا. فينطيني لو عندي أنا أكثر من صفحة راح ينطيني، رقم لي أرقام الأصدر مثل 1 2 3،
ضمن انت وين مخلي بيا مجموعه او يا صفحه راح يدمج لك اياه بهذا الشكل. كل هن يعتبرن هذا المستند بصفحه واحده، ورقه واحده، فراح يعطيني ايضا رقم الصفحه اللي هي واحد، ويعطيني المحتويات المن مثلا عندي كتاب، مثلا عندي بحث، مشروع بحث، وايضا موجود دائما بنكتب نهايه له محتويات، شنو محتويات المشروع او محتويات الكتاب اللي احنا مستخدمينه من خلاله. فهذا ينطيك اياه بهذا الشكل. مثلا انا اريد اضيف من خلاله، اريد اضيف نص معين، هذه مالتنا المستند اللي كاتبينه، وهذه محتويات اللي داخله. مثلا اريد احدث على الجدول، مثلا انا اريد اكتب من خلال هنا هذا المستند هنا، واريد اكتب شيء جديد عليه، ممكن انا اكتب اي شيء هنا من خلاله، واريد اضيف على هذا المستند من خلال تحديث المن، تحديث المن للجدول، يعني اريد احدث عليه من على الجدول، اخليه نقول عليه بالمستوى الموجود اللي هو امامنا، نقول ضمن اضافه المستوى، المستوى 3، واضيفه راح المفروض شنو هنا يخلي لي ضمن مجموعه التسميات التوضيحيه. شوفوا هنا ما خلانا اياه، هنا ما تم اضافته الا من بعد ما نقوم بعمليه التحديث، اما عن طريق تحديث الجدول، واقول له تحديث الجدول باكمله، واقول له موافق. شوفوا هنا ضاف لي كتبتهن ضمن هذه المجموعه، ضاف لي اياها هنا بهذا الشكل عن طريق اللي هي رقم الصفحه اللي هي واحد، وضاف لي اياها. الا اذا تحدث تقوم بعمليه تحديث الجدول وتغير الجدول، اما من هذا المكان او من خلال ان تروح الى المجاميع الخاصه بتبويب جدول المحتويات. هذا بالنسبة لمن شلون يتم عمل وحفظ جدول المحتويات. مثلا إذا أردنا أن نعمل كل وحدة من هذه مثل المهام الإضافية وتبويب المراجع، خلينا نخليها مثلا بصفحة واحدة، يعني المستند أو الورقة الأولى يعبر على المستند الثاني. شوفوا هنا هذه الورقة الأولى، أجي الورقة الثانية ممكن ايضا اخلي ضمن المستند الثاني، نقول هنا الورقة الصفحة الثانية، كل وحدة بصفحة ممكن ان اخليها، وهكذا. هنا ايضا ممكن اخليها بورقة الاخرى. اجي من اجي اخلي هذا بنهاية الصفحة، الصفحات الموجودة، اقول له هنا سوي لي جدول للمحتويات، راح يقوم بجدول المن للمحتويات الموجوده امامي. شوفوا هنا غير عن السابق اللي كان في صفحه واحده موجود مجموعه العناوين اللي سواء تكون ضمن الرئيسيه او الثانويه، كلهم بصفحه واحده رقم واحد. هسه لا، ما دام انا خليت لكل فقره او لكل سطر من هذه الاسطر اللي كتبت المستند، خليته كل واحد بصفحة واحدة، يعني الصفحة الأولى صفحة الثانية إلى وهكذا. من أجي على جدول المحتويات وأعمل هذه الفقرات، راح يقوم بكل وحدة بصفحتها، مثل رقم واحد كتبنا بها تبويب المراجع، رقم الصفحة الثانية درجنا أيضا تبويب المراجع المجاميع الآتية وخليناها ضمنها وياها الملحق أيضا للمستوى الثالث، وهكذا إذا أن تمت في ثلاث أوراق أو ثلاث صفحات للمستند الموجود. هذا إذا كان لنستخدم جدول المحتويات. شوفوا يختلف عن السابق اللي أخذناه قبل شوية وسوينا له جدول للمحتويات، أخذهم كلهم صفحة واحدة لأن إحنا ما فاصلين. هذا بالنسبة لإضافة اللي هو النص. تحديث الجدول قلنا حدثنا أي شيء جديد حدثنا عليه، كتبنا أشياء ضمن مجموعة تسميات توضيحية، مجرد كتابة حتى نوضح شلون يتم إضافته، ما راح يضيفه إلا إذا حدثت المن للجدول. هذا هو لتبويب جدول المحتويات. بعد خلينا نشوف ايش عندنا اللي هو إدراج حاشية. أقوم بمن بإدراج حاشية. وين يدرج الحاشية؟ دائما الحاشية تكون بالأسفل، يعني ممكن أن ندرجها تكون بأسفل الصفحات أو أسفل ممكن الورقة الأولى، مو شرط كل الصفحات، يعني هو شنو هو يعني الوظيفة الحاشية، يقوم
قبل لا أنسى، إذا أريد أدخل لأي من الملف، مثلا عندي الصفحة الأولى اللي كاتبتها أنا برقم واحد، احتمال هنا مو فقط عنوان رئيسي تبويب المراجع فقط، هنا لتوضيح للطالب ممكن أن يحتوي هذه الورقة على مجموعة أسطر يبين لي تعريف شو الكتاب اللي عندنا، المصدر يشرح لي عن تبويب المراجع من خلاله شلون يتم الدخول الى هذه الصفحة او هذه الورقة عن طريق اضغط على كنترول واقول له انتر، راح يتم من خلاله ان وين يذهب الى المؤشر اللي موجود امامي. ذهب لي يا صفحة، ذهب لي الى الصفحة الموجودة ضمن التبويب. هاي شوف هنا، اذا يستعرض من خلالها ممكن اني بمكاني من خلال جدول المحتويات ان وين اذهب الى المكان اللي اريده. خلينا نشوف هسه هذا الجدول امامي هنا، انقر هنا فوق الموجود جدول المحتويات واقول له كنترول، وراح اقول له ااشر اي مكان انا اريده، راح ينقل لي الى الصفحه او الورقه اللي اني انتقل منها ويستعرض لي ما موجود بهذه الورقه من خلال النقر على كنترول او ضغط ايدي وعلى المؤشر اللي سواء انتر او المؤشر اللي اقف على النص او المستوى الاول او العنوان الاول الرئيسي او الثانوي. من خلاله راح يتم الدخول او استعراض هذه الورقه او الصفحه. هذه بالنسبه لمن؟ لعرض ما موجود محتويات كل صفحه، واحنا بمكاننا من خلال عرضنا بهذا الشكل المحتويات ممكن احنا نستطيع نقول له الكنترول، واذا المؤشر راح يقوم بمن بعرض هذه الصفحه ويذهب اليها. مثل لاقامه مثلا هنا عندي يعني خلينا نسوي لها حاشيه اللي هي او عنوان نكتبها من خلال لاضافه يعني حاشيه سفليه او تعليقات نضيفها من خلال فوت نوت، قد تكون بالعربي بالانجليزي، ونضعها دائما نضعها واضاحه دائما في المكان هيكون الاسفل. يعني هسه احنا مكاني واروح اني اقول له مراجع، وهنا اقول له ادراج حاشيه سفليه، هنا يقوم اما عندنا قلنا بالت زائد كنترول زائد حرف اف من خلال لمحة المفاتيح اضغط، او من خلال تاشيرتنا بالماوس اضافت حاشيه سفليه للمستند. هنا يتم اعاده ترقيم الحاشيه السفليه بصوره تلقائيه عند تحريك النص في المستند، يعني مجرد ما انا اقول له ادراج حاشيه سفليه راح هو يدرج لي اياها بهذا الشكل. وهنا يكتب لي مثلا رقم واحد، هنقول له بالبدايه تراجع واجي للصفحه الرئيسيه، هنا بحول اياها من هاي الجهه اليسار واقول له هنا مراجع للصفحه مالتنا وادراج حاشيه سفليه، راح يدرجها ويكتب لي مثلا رقم واحد، ومن خلاله راح اكتب مثلا الحاشيه السفليه، مثلا اكتب هنا العنوان الرئيسي، او انا اريد اكتب مثلا الاسم المن للكتاب مالتي او لهذا المستند الموجود في الورقه او الصفحه الاولى. العنوان يكون هنا للكتاب، عنوان الكتاب مثلا، راح يدرج هنا حاشيه المن اللي هي حاشيه سفليه، شوفوا، ويكتب لي هنا رقم ايضا الصفحه مالتنا هنا مرت الاخ. ارجع وين؟ اذا وين درجها؟ درجها في اسفل الصفحات الموجوده امامنا. من خلالها ايضا ممكن ادراج تعليق او تطبيق نسميه احنا تعليق ختامي، والتعليق الختامي دائما يظهر مو بعدد الصفحات الموجوده، يعني هنا يظهر للتعليق الختامي يظهر لي باخر صفحه من المستند او البحث او عندي الملف مالتنا، فيكون وين؟ دائما يكون بالاسفل اللي هو الادراج التعليق الختامي. خلينا نشوف هنا ادراج تعليق ختامي، راح يدرج لي هنا تعليق ختامي، ومن خلاله ممكن انت مثلا تعليق رقم واحد تكتب له مثلا هنا تعليق، رقم مثلا رقم واحد وتكتب له بهذا الشكل. وهكذا لو انتقلنا الى المكان احنا اللي نريده، وقعنا في السطر بالبدايه في ضمن التعليق،
راح ايضا راح يفتح من خلال الكمبيوتر اللي انت من تضغط عليه، يعني من تضغط عليه راح يفتح لك وين؟ الى العنوان. ضغطت على الكنترول راح يفصل لك تعليق رقم واحد في الصفحه المرقبه بهذا الشكل، سواء واحد او اثنين او ثلاثه. هذا هو اللي هي ادراج حاشيه سفليه. خلينا نشوف الكتاب شو يقول باستخدام المراجع باستخدام الادراج الحاشيه السفليه. قلنا تستخدم الحواشي السفليه من اجل تعليقات تفصيليه وادراج المصادر في نهايه الصفحه، مثل ما قلنا بنهايه الصفحه راح يقوم بادراج الحواشي السفليه اللي هي فونت نوت، والتعليقات الختامية والاقتباسات علما للمصادر. يعني عندي هنا ممكن حاشية سفلية بالورقة الثانية بالصفحة الثانية راح ينطيني ايضا حاشية سفلية بالورقة، وهكذا ممكن ينطيني بالحاشية التالية اللي تجي ايضا راح يقوم بعملية الحاشية لكل صفحة من صفحاتنا الموجودة. طبعا الحواشي السفلية دائما قلنا في نهاية كل صفحة، يعني مع امكانية وضع الهامش مباشرة بعد الفقرة مثلا هنا، والتعليقات الختامية دائما تكون وين؟ في نهاية المستند بشكل افتراضي، يعني هاي افتراضيا. فالحاشية السفلية أو التعليق الختامي هي متكونة إذا من جزئين مرتبطين. أما قلنا احنا العلامة المرجعية للملاحظة، وممكن أن تكون العلامة المرجعية للملاحظة تابعة علما للعلامة المرجعية لها، تابعة لها. يعني العلامة المرجعية للحواشي السفلية والتعليقات الختامية كتكون بيناتهم خط فاصل راح تفصل بيناتهم من خلال النص اللي هو التعليق الختامي. هذه بالنسبة لإدراج الحاشية السفلية. ممكن أني أريد إظهار العلامات التالية، خلينا نشوف إدراجها. إظهار العلامات هنا يحتوي على مستوى الحواشي السفلية وتعليقات خاصة. هل تريد عرض ناحية الحواشي السفلية؟ لو عرض ناحية التطبيقات الختامية ممكن وهي وحدة متعلقة بالثانية ممكن أقول له موافق، راح هنا يظهر لي هذه التعليق من خلال عنوان الكتاب اللي إحنا درجناه قبل شوية. هذا بالنسبة لمن إذا استخدمنا من خلال هذا المستند. إدراج اقتباس، إدراج اقتباس لاستشهاد بكتاب أو مقالة، قد يكون يعني مثل مجلة من مصدر أو كتابنا من مصدر موجود من خلال المؤلف المكتوب، المعلومات الواردة في المستند نختار هي من قائمة يتم إنشائها، فنختار أي علامة إضافة أو أضيف. أنا أريد مصدر جديد، أضيف مصدر جديد من خلال تطلع لي هذا مربع الحوار، واجي املي هذه الموجود بالمربع الحوار نوع المصدر. اريد انا اريده مثلا ككتاب، مقاله، مقطع من كل كتاب، او تقرير اخليه من خلال اقول التقرير، او اقول الكتاب نوع هذا الكتاب راح يقول لي الكاتب من هو، مثلا خلينا نقول المؤلف او الكاتب اللي الفه، خلينا نقول هنا اللي هو استاذ مساعد او استاذ نقول هنا عليه اللي هو او نكتب له الاستاذ الدكتور مثلا، خلينا نقول اي اسم الكتاب مالتنا اللي هو غسان من ضمن المؤلفين غسان حميد، واقول له الكاتب المؤسسه، الكاتب المؤسسه، اللغه اللي يستخدمها المستخدمها اللي هي راح تكون اللغه العربيه، وايضا المؤسسه وزارة راح تكون هنا وزارة التعليم العالي، وايضا نمليها نكتب له هنا وزارة التعليم العالي، بعث له العنوان نكتب اذا عنوان موجود، وايضا السنة مثلا خلينا نكتب له اي عنوان اللي هو اساسيات الحاسوب وتطبيقاته، وعدي السنة خلي يكون هنا سنة 2016، نملي البيانات، والمدينة أكيد هنا العراق، والناشر منه الناشر اللي هو قلنا المؤلف، خلنا نختار المؤلف الثاني اللي من ضمنه اللي هو الأستاذ هنا مين دال اللي هو زياد محمد، ونكتب ايضا هو اللي هو الدكتور مصطفى ضياء، وهنا اظهار كافه حقول المراجع، اظهار كافه حقول اسم هنا العلامه راح يظهر لي تحرير اذا عندي اريد اغير
المحرر الطبعة عدد الطبعات راح يعطيني أيضا مربع وإضافة اسم من خلاله أنت راح تضيف. من بعد ما تقوم بإعدادات هذه المربع الحوار تقول له موافق، راح يتم من خلاله يكتب لك هنا، شوف على كل فقرة من خلاله يكتب لك الاسم هنا حميد 2016، ومن خلال التدرج اللي أنت مليتها. هذه اللي بالنسبة لمن لإدراج الاقتباس. إدارة المصادر نفس الحالة، راح تقوم بإدارة المصادر من خلال إذا استخدمته يطلع لي أيضا مربع حوار. هنا يعطيك العنصر النائب الأول اللي كتبته أنت، والقائمة الحالية تريد تنسخ، هذا أيضا ممكن تنسخه. عملية الاستنساخ يتم عملية الاستنساخ من خلاله، وتقول له هنا استنسخ لي هذا الاسم، تريد حذفه، تريد تقوم بتحريره من خلال تغيير من ضمن المستند، راح يرجع لك المربع الحوار وتقدر انت من خلاله يتم عملية التغيير. تريد جديد تكتب ايضا جديد يطلع لك المربع حوار، وتريد تضيف على المصدر اللي موجود هذا الكتاب. الغاء الامر، تلغي الامر اذا انت ما تريد من خلاله. هنا تغلق هذه النافذة من خلال استخدامك لها. هنا الاصدار، هنا النمط او الاصدار، هنا فرز العناوين، الاصدار خلي يكون 15، تحدده انت من خلاله وتختاره. المراجع ايضا، المراجع شو يكون هنا، المرجع اللي هو دكتور اسماء موجودة، ممكن تختار من هذه الاسماء المراجع. وإذا ما تريد هذه المراجع الموجودة اللي هي أمامك وتغير عنها، راح ممكن أن تختار مرجع وأنت تكتبه. هنا أنطاك المراجع اللي كتبتهم أنت، اللي هو كتاب أساسيات الحاسوب، نفس المربع الحوار اللي مليت به البيانات، هو راح ينطيك إياهن ويثبتهن في الصفحة أو صفحات البحث أو الملف أو الكتاب اللي إحنا اختارينا على شكل كتاب. إدراج تسمية توضيحية، خلينا نشوف هنا إدراج تسمية توضيحية. اللي هي إدراج تسميات تضمن مجموعات التسميات التوضيحية، اللي هي من ضمنها عبارة عن تسمية تكون مرقمة يمكن إضافتها إلى رسم توضيحي أو جدول أو معادلة أو أي أمر آخر. مثلا أنا أريد معادلة، طبعا هو يشرح هذه المراجع مو بفيديو واحد وتنتهي، لأن بها شغلات كلش قيمة. حلو، مثلا هنا إدراج تسمية توضيحية، أريد أدرج هنا صورة، راح أنقر عليها وأقول له رسم توضيح، طلع لي مربع حوار، أنقر من خلال التسمية التوضيحية، أكتب بحيث التسمية شو أريدها، مثلا تكون خلي تكون على شكل معادلة، جدول، ممكن هنا جدول أدرج جدول، تسمية جديدة، تسمية موافق، شنو التسمية، خلي يكون هذا الجدول اللي هو مثلا تعليمي أو تضويق أو توضيح. مثلا أقول له هنا جدول رقم مثلا 1، أكتب له هنا أقول له موافق، وهنا ترقيم وأيضا تسمية، أقول له هنا موافق. أجي المفروض أدرج أنا هنا الجدول، إذا عندي طبعا المفروض الجدول موجود، يلا يدرج، يا مثلا إدراج أروح جدول وأدرج جدول الموجود أمامي، هذا راح يكتب لي هنا جدول رقم مثلا 1 ويحدد لي من خلال هذه العملية هنا. إذا أرجع للمراجع، و المراجع هنا إدراج تسمية توضيحية، أختار إجراء الجدول اللي هو يكون من خلال هذا الجدول اللي رسومه، قد يكون جدول رقم 1 2 وأنت تدرجه بهذا الشكل، هذا أو هذا الشكل تختاره أنت، وعلامة الجدول أيضا تريدها بعلامة أو بلا علامة. أنت هنا تنسيقاته قد يكون هنا رسمي كلاسيكي من القالب اللي اختاره، وتصميم الخيارات اللي من خلالها يتم يطلع لك هذا المربع حوار، ويقول لك شنو النمط اللي تستخدمه، سرد كعنوان لو ذي للصفحات كعنوان هنا، وايضا معرف للجدول، وتقول له هنا أنا موافق، راح يقوم باجراء هذه العمليات اللي انت تختارها، تقول له موافق. هنا راح يكتب لك لم يتم العثور على ادخالات لجدول الرسوم التوضيحي، يعني احنا ما مستخدمنا الجدول مجرد بس الشكل، ما مالينا حتى نشوف حالات الجدول الرسوم للتوضيحيه من خلالها.
مثل ممكن أدرج صورة، مو بس جدول، أدرج هنا صورة، والصورة أختارها بالمكان اللي نريده، وندرج لنا أي صورة من خلال هذه الصورة، وراح يدرج لي إياها الصورة هنا وين راحت. قول له تراجع، شوف صورتنا وين. صورة ندرج اي صورة، مو شرط نصغرها. هاي الصورة بهذا الشكل، هذه الصورة. ممكن احنا هنا ايضا من خلال المراجع روح ايمن، اذا عاد التسمية من خلال الصورة اللي استخدمناها، مثلا نكتب مكان الجدول نقول له هنا صورة، احذف التسمية، تسمية جديدة، صورة، ونكتب العنوان إلها اللي تكون الصورة، ونقول له أسفل عنصر صورة التسمية تقول له موافق، راح المفروض هنا أنا جوا يكتب لك هنا صورة رقم واحد يرقمها بهذا الشكل. وهنا عندنا إدراج جدول إسناد تراف تسميات توضيحية، هنا وضع علامة الإدخال، علامة الإدخال أيضا يطلع لك مربع حوار، الإدخال الرئيسي شنو سويته، العنوان الرئيسي أنت، إدخال ثانوي أكو، إسناد ترافقي بالصفحة الحالية لو نطاق الصفحات كلها أنت تحدده من خلال وضع العلامة. إدراج فهرست اللي هي من خلال تدرج أنت الفهرست، قد تكون النوع كعلامة بادئة من خلال الأعمدة، العمود الأول، وأيضا أرقام للصفحات خلي تكون إلى اليسار الأرقام الصفحات، وضع علامة الإدخال أو كتلقائية أيضا لازم أنت تملي هذه البيانات من خلال إدراجها. هذه بوضع العلامة المن للصورة هنا. فهرست وضع علامة اقتباس، وضع علامة اقتباس ايضا يطلع لك مربع حوار، وانت تختار علامة الفئة، قد تكون هنا تشريعات او جهات موثقة، مثل هنا الاقتباس التالي راح ايضا دمجه من خلال لم يتم العثور، لان انت ما خليت له فد استشهاد، مجرد نص واستخدمته. هنا ادراج جدول المصادر، يدرج جدول المصادر، المصدر الاول المصدر الثاني اللي هنا قد تكون جهات موثوقة بها، نفس اللي طلعنا قبل شوية من خلال الاحتفاظ بشكل القالب، بلا من القالب كلاسيكي، لازم انت عندك في ملف معين لم يتم العثور هنا على ادخال الجدول مراجع المصدقة، لان احنا ما خلينا في الجدول معين يلا يتم من خلال ادراج جدول للمصادر. هذا بالنسبة لمن للحدود عدما من خلال استخدامنا لتسميات التوضيحية. إضافة تسميات توضيحية قلنا نحدد من خلال الكل، تضمين أرقام الفصول في التسميات، تبويب الصفحة الرئيسية راح ترجع على بالجراف من خلال استخدامك علما لمتعدد المستويات، من خلال مستوى أول مستوى ثاني، وهكذا من خلال استخدامك علما لترقيم الأرقام تروح المن لنمبرينج، تحدد خانة الاختيار ويتم من خلال اختيار نمط الستايل اللي قد يكون الشابتر من خلال الأنماط المعينة، الفصول اللي هو نحدد يعني نمط العنوان اللي تم مثلا نطبقه وين على عنوان الفصل من خلال القائمة الموجودة. لهنا طلاب، الصور اكتفينا بالمراجع.